احنا معانا عبر الهاتف من تونس وفاء فدو، طبعا المعلقه ومقدمه برامج في الاذاعه التونسيه واحد المهتمين بالشان كره اليد في تونس. اهلا بك يا وفاء. اهلا بك كابتن هيثم، شكرا على الاستضافه واستضافه الابطال، اهلا بك. بصي يا وفاء، احنا كان لينا لقاء من سنتين انا افتكر او ثلاثه، كان برضو في كره اليد وكان في بطوله في تونس وانت كنت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، بس الموضوع النهارده مختلف. النهارده احنا مش بطوله، احنا طبعا عندنا صفقه قويه، انضمام طبعا سندس للنادي الاهلي. ازاي الميديا او المتابعين لكره اليد في النادي في تونس شافوا الصفقه دي؟ والله هو ساعة تحياتي لسندس، مبروك انتقالك لفريق الأهلي المصري، كبيرة وفريق كبير، فريق القرن، فريق الأهلي المصري. لكن تعودنا بالنسبة لكرة اليد خاصة للسيدات أنه دائما الاحتراف يكون في القارة الأوروبية أكثر منه مش يكون في دولة عربية أو فريق عربي، لكن اختيار بالنسبة لينا على الأقل السندس اللي نعرفها منذ سنة 2014 في أول مقابلة كانت مع كبريات المنتخب الوطني التونسي في بطولة إفريقيا اللي كانت دارت بالجزائر، كانت أول لقاء مع السندس وكانت أول فرصة لها أنها مش تكون موجودة مع منتخب الكبريات وأول تتويج إفريقي مع منتخب الكبريات. صحيح أنها مش تكون موجودة في فريق الأهلي المصري، حاجة ممتازة جدا. الأهلي فريق ألقاب، الأهلي ينجم يشارك في البطولات الإفريقية، البطولات العربية، يعني اختيار موفق على الأقل بالنسبة لسندس حسينة بعد خروجها من تونس. ونعرف هذه التجربة الاحترافية الثانية لسندس حسينة بعد التجربة التركية. طب وفاء، انت اكيد ان شاء الله تتابع كأس العالم القادم في مصر، شايفة ازاي؟ شايفة مشاركة طبعا منتخب مصر ومنتخب طبعا تونس، وما خاصة ان مجموعة تونس صعبة، شايفة كأس العالم ازاي وفاء؟ والله كأس العالم الحظوظ بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الموجودة أكثر دائما في الترتيب الأول، يعني إذا نقولوا تونس مصر الجزائر، ممكن تونس ومصر عندهم أكثر حظوظ إن شاء الله أنهم يكونوا موجودين في الدورة الثانية. المنتخب الوطني التونسي عنده حظوظ أنه يكون موجود في الدورة الثانية في مجموعة، صحيح صعب على الورق لكن دائما واقعية الميدان هي تكون الفيصل. إذا تكون حاضر المنتخب عنده خبرة كبيرة في المشاركات العالمية، صحيح منتخب بإطار فني جديد تونسي 100%، هو سامي السعيدي مع مجموعة ممكن باش تتغير على الأقل بنسبة 30-40% مقارنة بالمجموعة اللي نعرفوها وكانت شاركت في بطولات العالم السابقة وفي البطولات الإفريقية. لكن دائما المنتخب الوطني التونسي في البطولات الكبرى هذه يكون حاضر ويوري وجه ممتاز، وهذا متمنى. والمنتخب المصري في الحقيقة تعدى مرحلة أخرى خاصة مع مدربه اللي كان فاز معاه في بطولة إفريقيا الأخيرة اللي صارت في تونس سنة 2020. المنتخب المصري حتى في بطولة العالم الأخيرة سنة 2019 كانت وجه ممتاز للمنتخب المصري. إن شاء الله تكون زوز منتخبات هذوما ونكون مع منتخب الجزائري بدرجة أقل إن شاء الله ينور كرة القدم العربية والإفريقية، كرة اليد العربية والإفريقية. طب وفاء، يمكن ما ينفعش تبقي معايا ما تكلمش على كرة القدم، يمكن امبارح شفتي مباراة الأهلي والوداد ولا لأ؟ البارح لا، لان كان عندي مباشر يعني ما كملتش. طب تابعتيها؟ يمكن تابعتيها بعد اكيد المباراه، يعني اكيد تابعتي الهايلايتس بتاعتها، يعني اكيد شفتيها ولا لا؟ شفت يعني بعض اللقطات من المباراه، لكن شفت العديد الحديث عن المباراه هذه من الصحفيين كذلك من الناس اللي تابعت المباراه. فريق الأهلي المصري قام بخطوة هامة جدا أنه يكون حاضر في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، أنك تفوز أمام الوداد في المغرب بالذات، يعني هذه مباراة هامة وأكيد. طب توقعاتك يا وفاء لبطولة أفريقيا إيه؟
والله أربع منتخبات الحقيقة تستحق إنها تكون موجودة في النهائي، والأربع فرق تستحق إن واحدة فيهم على الأقل تتوج باللقب الإفريقي. الأهلي المصري بطل في مصر، الرجاء بطل في المغرب، الزمالك والوداد هما الوصيفين في البطولات المحلية نتاعهم. يعني ممكن ينجم يكون فاينل أهلي الزمالك، يكون الفاينل في استاد القاهرة ممكن. إن شاء الله، وهنكلمك برضو ونقول توقعاتك دي، وإن شاء الله تكوني معانا تاني قريب بإذن الله. وفاء طبعا فدو المعلقة ومقدمة بالإذاعة التونسية، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف من تونس.